لك سن السكينه، يعني اجهز. معانا السمكيه، هنبدا نشيل اللي حواليها ده كده مش عايزه. طب لازم تعمل اللي انت بتعمله ده يا شيف. اه يعني بصوا الشكل الحلو مهم جدا، والبرزنتيشن مهم جدا، والعين بتاكل. ناخد الكرفس ده نحطه كده في قلب الشوربه، علشان هناخد من الشوربه دي نعمل الرز ونعمل الشوربه بتاعه الصياديه. فعايز اتوصى بيها بالكرفس كده وازود لها شويه ميه حلوين هنا. اللهم صل على النبي. يبقى معانا كده ايه، بوكي جرنيه نستخدمه بقى نعمل صينيه سمك، نعمل رز زي ما احنا عايزين. معانا حل على النار وطاسه على النار. حلو قوي. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ اجهز الرز اللي انا هعمل بيه الصياديه، او هعمل بيه طاجن الرز بالبياض. مقاديره على الشاشه. رز مصري، حطيت له شويه زيت زيتون هنا كده، حلو الكلام، وبصل والثوم. معانا البصل والثوم والسمك البياض اللي احنا هننضفه دلوقتي مع بعض. ده للرز ودي البصلايه، يتحمروا كده وانا شغال. كل ده مطلوب منك وانت في المطبخ، تقفي كده عارفه بتعملي ايه وكل حاجه تطلع في وقتها. تورتايه في قلب النار في الفرن بتستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. افلفل الرز مع التومه والبصله اللي انا هعمله مع السمك البياض. اهو يتقلب كده وانا شغال واحده واحده. الزيت بتاعنا بيسخن عشان هنحمر فيه السمك وهنحمر فيه الكابوريا الاصابع اللي احنا هنعملها كريسبي. طاجن السمك البياض بالرز، نشوف مقاديره. شفناه يا شباب، رز مصري، بصل وتوم، سمك بياض. المقادير على الشاشه. طب يلا اغز الرز كده. ايه الاخبار؟ تمام زي الفل. حط لنا شويه بهارات حلوين. عينيه، هشيله دلوقتي. حاضر عينيه، حاضر عيوني. ده التوابل بتاعت شويه الرز الحلوين. بستخدم شويه كركم كده وشويه كمون وشويه ملح وشويه فلفل. ده الرز اللي انا هستخدمه لطاجن السمك البياض. حبيبي ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الرز طبعا بحضره اللي انا هعمله طاجن، ياخد يحل شويه لان ده هيخش النار مع البياض يكمل سواه. فانا المطلوب مني ان انا اخليه يحل كده بشوربه الكرفس. وانا شغال زي الفل واشتغل في السمكه بعد كده. شوربه فيها طعم الكرفس. انسل الزفاره مكان بينا. الكرفس ده بطل كل حاجه. طعم، شيل الزفاره، شط الرز بدا يبقبق على النار. نبدا نشيل الحاجات دي مش عايزها بقى من هنا كده، ونروق الدم ده كده عشان مش عاجب مخرجنا، ما بيحبش الدم. في حد بيحب الدم في الدنيا؟ ابدا. ونشيل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا ست الكل، زي ما هي كده يا عم الشيف. السمكيه انا حابب والله اعملها مع حضراتكم على الهواء للامانه، يعني اهي بطنها اهو. شفتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معلش افتحها كده ونشوف ايه اللي جواها. صلى على الحبيب. بسم الله ما شاء الله، مفيش دم، مفيش اي زفاره اخرى. في دهون، بطنها نظيفه. دي جابوها لي يا شباب بعد اذنكم، السمك البياض الحلوه دي كده. عشان اللي يقول لك الشيب بينظف السمكه على الهواء وهيستخدم، مش هغسلها بميه خالص، مش تروح عند الميه. ده انا مش عايزه. خاتم، خاتم سليمان هي بلعاه. ده بيتشال. خلاص السمكه نظيفه وزي الفل. ده مش عايزه. نظفت السمكه بتاعتي. شفت السمكه نظفت خلاص. خافش يا استاذ شفيق، بيحبش الدم المخرج بتاعي. ولا الهواء، هشتغل فيها دلوقتي على طول. كده مش هتروح عند الميه خالص. بطنها نظيفه وزي الفل، في الزفاره ولا اي حاجه. السمكه اهي معايا زي الفل. حلو الكلام. نشتغل فيها ونقطع فيها. سكينه معانا زي دي كده. اول حاجه الديل ده كده نشيله، ونشيل الخياشيم دي كده. ده كله على فين يا عم الشيف؟ ده كله على الشوربه.
نشيل ده من هنا كده اهو، مش عايزه برضو. عينيا اهو ده كده اهو في قلب الشوربه اهو، هنا هنا اهو في قلب الحله دي كده اهو. تاني وناخد كده بالراحه، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. نعم، بيقول لي التليب تضرب على كده بكلوه ايدك، ده مهم جدا على فكره عشان السلسله بتاعه السمك، هي ما فيهاش غير السلسله، تنزل عليها السكينه عشان ما يهريش اللحم بتاعها. بالشكل ده كده وانا شغال، نشيل دي كده، الزعانف دي على الشوربه على طول تستوي، نخليها على الشوربه اهو زي ما انا شغال كده اهو. نيجي للزعنوف ده كمان اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. حلو، حلوه الكلوه دي، ناخد دي كده كمان على الشوربه. خلي بالك انا مش بحب ان حد ينضف لي السمك، انا انضفه بايدي. ليه؟ بضمن انا غسلته ازاي وشغال فيه زي ما انا شغال كده اهو. حلو، نفس القصه كده اهو، نفس القصه اهو. سمكه بياض حلوه، سعرها في متناول الجميع، سمكه مصريه يعني من النيل بتاعنا. هناخد السمكه دي كده اللي احنا قطعناها، نتبلها تتبيله لطيفه ونقليها في قلب الزيت شويه. ده اللي هيخش الرز. وطبعا معانا سمك في قلب الايه؟ في قلب نعم. طب يلا خليها زي ما هي، عيني اهي 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 اهي. خد المقادير يا غالي للساده المشاهدين. مقادير طاجن الرز بالسمك البياض، الرز جاهز معانا متبلينه وجاهز وانا شغال اخبار الرز ايه؟ ناخد شوط الرز اللي عملناهم دول كده بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير على الشاشه، سمك بياض رز مصري معايا واخد نص سوا، ومعانا بصل وتوم، معانا بهارات بقى ملح وفلفل وشويه كمون وزيت، ممكن زيت زيتون، وانا بفضل زيت الزيتون مع طاجن الرز ده، مش بحب السمنه ولا الزبده. شايفين الرز تقريبا تقريبا تلات ارباع سوا واخلي الشويه دول على جنب. واخبار الزيت ايه هنا؟ زي الفل. هناخد شويه السمك اللي معانا دول نحط عليهم شويه توم، وانا شغال كده سدني اتشبت صغيره، ده هينزل الزيت دلوقتي يتشوح في قلب الزيت. بهاراتك شويه كمون، عينيا هعمل بس التركايه دي ونطلع فاصل على طول علشان انا شغال على عينك يا تاجر. الملح، فلفل اسود، واقلب السمكه كده بالشكل ده كده السمكه زيت شديد الحراره سخن نعمل لا ده مش ده هيخش مع الرز ما ياخدش دقيق. حلو السؤال ده وجيه جدا في قلب الزيت. يلا صل على الحبيب، تشويحه زيت لطيفه حلوه، السمكه بتثبت هنا بتاخد شكلها سمك من غير معده من غير بط، شيف نضفه حمره في قلب الزيت هيخش على الرز، اسمه طاجن الرز بالسمك البياض. هنشوف نعمله مع بعض ازاي ونكمله، مش هعمل اي تركايه غير مع حضراتكم على الهوا، بس خلينا نبص نشوف الفرن اخباره ايه. التورتيه بتاعتي نبص عليها ونصلي على الحبيب، تورته البلح الرطب الاسمر في الفرن، عايزها لها تقريبا كمان خمس دقايق وهنطلعها من الفرن باذن الله. اوعى تروحوا بعيد، تابعونا. انا وعدت حضراتكم مش هعمل حاجه غير التركايه بتاعه طاجن الرز البياض اللي انت عملته يا شيف في الفاصل. للامانه خدنا بقيه السمك اللي كان معانا وعملنا الصياديه بتاعتنا اللي هي بصله وتومه وطماطم، وده كالعاده، ونزلنا بالسمك في قلبيها اهوت. ميزه السمكه دي يا عم الشيف ما فيهاش حسك، ما فيهاش شوك. طبعا هنعمل للشوربه دي طشه لطيفه اهو، السمكه اهو اهو اهو، انا مش بهزر انا اهو اهو. المقادير على الشاشه، بياض بياض، ولسه في بياض معانا كمان في الحله هنخليه ونحطه في قلبيها.
فاكرين السمكه اللي انا سحبتها من شويه؟ خدت السمك حطيته مع طماطم متسبكه على النار بالشكل ده كده، اه زي الفل، اه في قلب الحله. لسه هنعمل لها طشه الكزبره. هناخد بقيه الرز، اه الشوربه، ننزل بمقادير شوربه الصياديه. اه السمكه طلع منها طاجن رز بالسمك البياض، وطلع منها شوربه صياديه. واوزع كميه الرز اللي باقيه عندي على وش السمك اللي كان بيتحمر في الزيت. لطيفه وحلوه. هتاكل الرز وتسيب السمك. لسه ما خلصتش، انا عايز اعمل طشه حلوه كده بسرعه للطاجن الرز ده، اخدم عليه كويس شويه زيت صغيرين كده. حلو الكلام. ونحط على الزيت ده يا عم الشيف فص ثوم صغير. يلا استنى عليه كده التركايه دي كده، شويه خضره، يلا شويه شوربه. اوبا هو ده. ده على فين يا شيف؟ على وش الرز. وانا بشيل السمك بقول ارفعني ارحمني. سمك البياض. ده ما فيهوش حسك. بياض مستوي جاهز ملبن، ناكل منه كده عامل ايه؟ مفيش بقى لا شوك ولا في عظم ولا اي حاجه، خلاص كده زي الفل. تمام، ننزل بشويه الملح التمام، شويه الفلفل التمام، وناخد الشوربه الحلوه دي يا عم الشيف زي ما هي كده. انا جبت الشوربه منين؟ من شوربه السمكه. وننزل على وش الرز بتاعنا، وده هيخش النار دلوقتي يكمل سواه مع السمك. ولازم الرز يكون ثلاث ارباع سوا عشان ياخد من طعم السمك والسمك ياخد من طعمه. درجة حرارة الفرن عندنا كام يا عم الشيف؟ 180، مكان الكيكة أو مكان التورتة. يخش هنا كده، بص عليه كده. يلا